حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله، الله الله يسلط عليه في ذا اليوم، حسبي الله. لو والله لا تحسب من اليوم لين بكرة، كل ركعة سجدها والله لا تحسب، والله وريكي تصبر. والله يا جماعة اللي يصلي، اللي صل يطفي عنا وين ايش، وش اللي يقول عنا وين؟ والله كل سجدة اسجدها، معليش قصدي عندك اختيار ايه. المهم علينا، خلاص انتو خلوني اتحسب على كيفي، تذكرت شيء وقعدت اتحسب. المهم طارت المعلومات خلاص، برات ما عاد ابغى انصح، كتبت نخلي ذي الفقرة لايف ثاني، انصحي اللي ما يعاملون بالمثل. والله شوفي انا اقولش، ترى انا ما عامل بالمثل، واكون صريحة معش ما عامل بالمثل، انا اعامل بالمثل بس مو على كل شيء. بقول لكم انا الناس تتكلم فيني، الناس تغلط علي، الناس تسوي اروح ازيد الطين بلة وادق بكلام ثاني، ولا بيد الذنب اللي باخذه، اقعد مكاني واتحسب. ربي وين؟ ربي فوق ويسمع وشاف وكل شيء، فهمتوا هذا؟ لكن بنات صدق صدق ان ترى مفروض إن هو صح علي، ترى انا حركتي صح علي، لكن في ناس ما تقدر تمسك انفها وترد لا. بس شوفوا انا والله يا جماعه الخير اي احد انا عادي بكيفهم، اللي يبغى يتكلم عني يتكلم، والله ما اهتميت صدق، لاني ما اهتم يعني من ناحيتي انا ما اهتم. لكن ايش اكبر اهتمامي؟ ابوي وامي واهلي، بشكل عام اهلي خط احمر، لو تقطعوني قطعه ما ارضى عليهم اي شيء، اي شيء اهلي ما ارضى عليهم، ما ارضى يا جماعه والله. يعني حتى لو ان الموضوع سخيف، لو بس كلمه تنقال اقسم بالله ان ارجمبك، مو بدرجم، اقسم بالله لا اطم صابرك، والله لا اطم صابرك، والله ماني اكذب، والله اني ماني كذاب يعني ما كذب، بس انه هالشيء مره حساس انا صدق، انه حتى مستعده ابكي عشانه صدق، ما كذب. عند الاهل ترى دموعي على طول تنهار، والله ما اكذب عليكم، يعني بشكل مجنون، بشكل مجنون. بعلمكم سالفه عن بنت، عن بنت ما هي بنا، طيب ما هي بنا، بنت 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 اخرى. هذه البنت هذه البنت يا ربي، تخيلوا البنت دي كانت في مكان، الله لا يوفقك، حسيبك ربي، الله يردها فيك يا رب، يردها في نحرك، الله يجعلك. ما اصبر خل ابلك عشان اقدر اطيب على راحتي، وريك يا كلب انك ضفعه، حسبك ربي يا ضفعة. المهم يا جماعة الخير نكمل موضوعنا. شو اسمه المشكلة انه غبي، والله اني يمديني اجيبك على وجهك، بس اصبر اصبر علي، لو ما خليك تلحق ذاك ما كون لميس، بلكتك من اربع حسابات، يا الاخطع يا الثور، وكلها ارقامك فيها. خل اكمل لكم سالفه البنت، ما علينا من ذا الضفعه. المهم تخيلوا يا جماعه الخير، بشرتكم مره حلوه يا قلبي، ما تشوفيني مجرح من هنا، هنا شوفي شوفي هنا هذا اثر، شوفي هنا يا قلبي ايش ذا الجبر الخاطر، يعني عفويه وكذا، ما انا دخل عفويه، ما انا دخل يا حبيبي، توك تعرفها يعني، توك تعرف الكلمه وتبغى تقولها غصب،
المهم يا جماعة خير، ولك على اليمن ولك والنعم والله فيهم. المهم يا جماعة الخير، خلي أعلمكم قصة البنديل. والله صرت تقطع السالفة، صرت خالفة خلاص ما عاد بقولها. لون تقويمي رمادي. أمانة كملي. طيب المهم هذه البنت ما هي بنا، ما معلمكم يعني اسمها، ما ما لا داعي أسامي أحس. المهم البنت هذه مرة جاها شخص ما ندري من هذا الشخص، ورجمبها صفقها يعني بشكل عام. طيب البنت صفقت، تعرف ما صفقت؟ صفقها صفقة وما فتحت فمها. خل اقفل الكومنت عشان انا ما احب اشوف الكومنتات، والله ما اعتذر بس بضطرني اقفل. اصبروا مشكلتي ما اعرف كيف اقفل. ما اعرف كيف اقفلها. كملي. خذوك خذوك انت الدعم. وين الدعم يا اقسم بالله؟ لو ما دقيقة والله اني انجرون، والله انت انجر، والله انت انجر. اجرك على وجهك كذا اسحبك بس. طيب طيب اوكي حمار حمار. طيب يا غبي روح شيل رقمك، شيل رقمك من حسابك يا اخفع، شيل رقمك دور درج. المهم خلاص والله والله خلاص تعبت، بقفل لايفي، بقفل لايفي باذن الله، بعدين نكمل لكم السالفه في وقت اخر. طيب راضين عني؟ بلكته بلكته. ولو ما ينجاب على وجهها ما اكل لميس، لو ما اجيبك على وجهك ما اكل لميس. رفعت الضغط. لاني ما احب اني ارد الغلط واقعد اسوي نفسي وافلم واسوي سالفة. طيب جتني لحظة إدراك، خلوه يدفع لي أحسن، خلوه يرمي فلوس أحسن، خلوه يخسر فلوس. هذا الأخفاء خفاء يقلع أم القهر. بس أحبك لميس وأنا أحبش يا قلبي، بعد ما قوت التوتر ولا أحس إني خلاص بنفجر راح أقعد أمسح ذيه. ما أقدر أختبر لما أسمع السالفة. طيب خل اكملها، خل اكملها خلاص خلاص الصدق، ما بقعد اقطع. طيب يلا ادعم 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 يا كلب ادعم، لانك اخفع تدعمني يا غبي يا حمار. سرى سرى يا جماعه، تكفون تكفون، ادعوا عليه الله يدخلكم الجنة. ادعوا 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 بكامل. هو ادري هو بيب اشتكي. طيب هو اخفى حاط رقمه في حسابه الايميل حقه، رقمه بينشل من راسه. ويا حمار جايني من 5 حسابات. ايش انت ايش انت ايش انت؟ الله يردها في نحرك، الله يردها في نحرك، الله يردها في نحرك، الله يردها في نحرك، الله يردها في نحرك. سبعه يا ذا الوجه خفيع اخفع سرها.
خلاص بعد ما بكمل السالفة ونقاطع السالفة وخلاص انتهت السالفة. اللي عليكم ذاكروا يا جماعة الخير زين. بس والله مع السلامة يا ابن الحلال. الله يقلع. اصبروا حار جوالي يعلق عي يضغط التكفيلة. اصبروا. يمني وما يعرف مثلا يسولف ولا ما يعرف.